الخير نسرين، وصباح الخير لجميع المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم بالفقره الغذائيه. اليوم رح نحكي عن موضوع كثير بهم الاشخاص اللي هو حصى الكلى. كثير اشخاص بتحس باوجاع باسفل الظهر، ما بتعرف شو سببها، بفكر انه نومي غلط او انه انا عم بقعد بشكل غلط. مرات الاشخاص بتفكر عندها من زياده الوزن بيكون عندها اوجاع الظهر او اوجاع على اطراف اسفل الظهر، ولكن السبب الرئيسي بيكون هو عندي تشكل وتكون الحصى بالكلى. كل الاشخاص اللي ما عم تشرب مي كفايه هم معرضين ليكون عندهم نسبه عاليه من تكون الحصى بالكلى، وطبعا هاي الحصوات بتتكون نتيجه لكثير من الاملاح وكمان المعادن بالكلى اللي بتترسب على فتره طويله، وكمان ممكن انها تترسب بالمثانه وبتسبب بالاحساس بانه الشخص يكون عنده بوجع او الم لما هاي الحصوات بتترسب، وكل ما زاد حجمها اكيد بزيد الالم عندي. طبعا الاشخاص اللي ما عم تشرب مي كفايه، والمي الكافيه لكل شخص بتختلف من النساء للذكور، وكمان حسب وزن الشخص وكمان الفئه العمريه اللي هو بيكون منها. للنساء دائما نحن بننصح بلتر ونص للترين من المي يوميا، وطبعا هاي بتكون من المي فقط لا غير، يعني الشاي القهوه ما بينحسب، وبالعكس لازم يتعوض كل كوب من القهوه او كوب من الشاي او فنجان القهوه لازم يتعوض بكوب من المي. فالأشخاص اللي عم تفكر إنه هي عم تشرب قهوة أو عم تشرب شاي كفاية، فإذا هاي الأشياء المشروبات لا تعتبر أو لا تعد من الفئات اللي احنا بنعتبرها بتعطي الجسم مي، ولكن هي بتنقص من نسبة المي بالجسم لأنها بتحتوي على نسبة عالية بالكافيين. طيب للرجال بنرجع بنحكي لازم يستهلكوا تقريبيا لترين للترين ونص من المي يوميا، هذا الشيء بعادل 10 ل 12 أو 14 كاسة من المي، وكل كاسة قهوة كمان نرجع نعوضها بكاسة من المي. لما احنا ما نتبع هاي الطرق الغذائية وما نشرب المي، وكثير أشخاص بتعاني من قلة شرب المي وكمان بتركز على العصائر، هاي الأشياء بتعمل عندي تكون وتشكل بالحصى بالكلى وبتعمل عندي أوجاع على الفترة الطويلة. اليوم مش رح نحكي عن هاي المشاكل، ولكن رح نحكي عن شو هي الطرق الغذائية اللي مش بس رح تحد، ولكن كمان للأشخاص اللي عندها ابتداء بتشكل الحصى بالكلى كيف نحن ممكن نفتت هاي الحصوات بطرق علاجية صحية طبيعية وبدون استخدامات الأخرى اللي نحن ممكن نلجأ لها، مثل أنه نحن ناخذ الأدوية أو نعمل رادييشن اللي هي تفتت الحصى بالكلى. طبعا أول وأهم عنصر غذائي نحن ممكن نستخدمه كتفتيت للحصى بالكلى اللي هو عندي عصير الليمون، وخصوصا إذا كان محطوط معه أو مقرون معه زيت الزيتون. طريقة تحضير هاي الوصفة طبعا هي من أفضل الوصفات العلاجية لعلاج الحصى بالكلى، وطبعا بقيم الألم اللي بيصاحب هاي الحصوات اللي بتتشكل عند الأشخاص. طبعا الليمون مثل ما نحن بنعرف فيه حامض الستريك، هذا الحامض هو من أقوى الحوامض الموجودة عندي طبيعيا، وبساعد على أنه يطهر المعدة ويفتت الكلى بالجسم، يفتت الحصى بالكلى موجودة عندي بالجسم. وطبعا هاي الأملاح كمان بتحتوي على الكالسيوم، الكالسيوم كمان اللي بيكون للحصوات. فكيف نحن ممكن نستخدم هاي الوصفة الغذائية؟ ممكن نحن نضيف 4 معالق من زيت الزيتون لمقدار متساوي من عصير الليمون، فأربع معالق من زيت الزيتون على 4 معالق طعام من الليمون بنحطهم، وبنقدر نشربه هاي الكمية يوميا. طبعا ما ننسى انه كل كوب نحن عم نشربه من زيت الزيتون مع الليمون لازم يلحق كوب من المي، ونحن ممكن نعيد هاي الشغلة 2 ل3 مرات يوميا، وممكن نحن ناخدها على فترة أسبوع ل10 أيام رح تؤدي إلى تفتت الحصى بالكلى. طبعا طريقة كتير سهلة انه نحن نعرف هل هاي الحصى تفتتت او لا، اللي هي عن طريق انه نحن نعمل الاسكان للبطن، وبنقدر بسهولة نعرف اذا نحن عندي صار تفتت او حتى قلة بحجم الحصى بالكلى او لا. فاذا بنذكر الاشخاص 4 معالق من زيت الزيتون مع 4 معالق من الليمون بنشربهم 2 ل3 مرات يوميا، ممكن ناخدها من اسبوع الى 10 أيام رح تساعد بشكل كبير. وتاني وصفة علاجية كمان ممكن الأشخاص تاخدها إذا هم ما بحبوا الليمون أو بيعمل لهم حرقة أو حموضة لكثير من الأشخاص، نحن ممكن نلجأ لخل التفاح. خل التفاح بيستخدم لأنه بيساعد على تفتيت الحصوات، وممكن نحن نضيف 2 معلقة من خل التفاح الخام لمعلقة من العسل ونتناولها أكثر من مرة باليوم. ليه نحن بنضيف العسل؟ العسل ما له أي فائدة صحية على تفتت الحصى بالكلى، ولكن هو بقلل من حدية الخل أو الحدية وحرقة الخل اللي ممكن تسبب لكثير من الأشخاص، فنحن ممكن نضيف 2 معلقة العسل هاي لتقلل من هاي الحدية. فإذا الطريقة أنه نحن ناخذ 2 معلقة خام من الخل بنضيفهم على 2 معلقة طعام من العسل وبناخذهم مرة صباحا كل يوم. ممكن نعيد هاي الشغلة لمدة 2 أسبوع ل3 أسابيع.
تتطلب وقت أطول لأنه نحن عم ناخذ كمية أقل، ولكن هاي الوصفة لا ننصح أنه نحن ناخذها أكثر من مرة باليوم، لأنه مثل ما بنعرف العسل غني بالسكر وبالسعرات الحرارية، ونفس الوقت الخل ممكن يكون له أضرار جانبية بكتله على المعدة. طيب للأشخاص اللي ما عم بتحب هاي الطرق ومش عم بتفضل الطعم هاي الطرق العلاجية، نحن ممكن ناخذ طبعا عصير الرمان اللي هو بينصح لكل الأشخاص اللي عندها مشاكل بالكلى. عصير الرمان لأنه هو مذكور بالقرآن أكثر من مرة طبعا، وشكل عصير الرمان وشكل الرمان من جوا بيشبه كثير شكل الكلى اللي هي الفلاتر تبعت الكلى من جوا، فهاي الدراسة أثبتت أنه لأنه مذكور بالقرآن وشكله بيشابه شكل الكلى من الداخل، فهو من أفيد العصائر اللي ممكن تفيد الأشخاص اللي عندها أمراض وحصى بالكلى. فما ننسى أنه نحن عصير الرمان رح يفيدني بشكل كبير، وحتى لو أخذناه على شكل فاكهة كمان له فوائد غذائية كبيرة وبساعد بشكل كبير على تفتت حسب الكلى. يمكن يكون الفترة العلاجية اللي أنا بحتاجها مع عصير الرمان أطول، تتراوح ما بين أسبوعين لثلاث أسابيع، ولكن رح يكون عندي الإفكت واحد ما بين الخل، استخدام الخل، العصير الليمون أو الرمان، رح يكون عندي نتائج واحدة. طبعا نحن الأشخاص اللي بتحب الفاصوليا، هاي خبرية كتير منيحة أنه الفاصوليا كمان لأنها كمان تشبه شكل الكلى من الداخل، بتساعد بشكل كبير على أنه نحن نحد من الحصى بالكلى، ولأنه هي بتأشر هي مؤشر كتير ضروري لأهميتها لأنها بتتفتت الحصوات الموجودة عندي بالكلى. طبعا طريقة لاستخدام الفاصوليا نحن ممكن ناكلها بشكل يومي، ممكن نضيفها على السلطات على البارد، وأكيد طبعا ممكن نغليها مع المي لمدة ساعات طويلة، ممكن ساعتين لثلاث ساعات على نار واطية، بعدين نتناول هذا المستخلص أكثر من مرة باليوم حتى يروح الألم والعوارض تماما. فهاي المدة الزمنية الفاصوليا بتحتاجها ممكن تكون أطول بكثير من عصير الرمان، زيت الزيتون أو الخل. ولكن كيف أنا ممكن أعرف هل أنا لازم أوقف أنه أنا أستهلك الفاصوليا المغلية بالماء أو المنقوعة بالماء لمدة طويلة؟ أنه نحن بعد أسبوعين ثلاث أسابيع ممكن نرجع نشوف إذا أنا ما زال عندي حسب الكلى، بنشيك على الموضوع، وإذا لا نحن ممكن نوقف من استخدامها. بس بذكر كل الأشخاص أنه ممكن تتطلب وقت كثير أطول من العلاجات الصحية الثانية. طبعا ما ننسى أن الريحان هي من النباتات الكتير مهمة، كتير إلها فوائد صحية، والريحان طبعا بيعد من أقوى محسن للكلى. بساعد الريحان مش بس على تفتيت الحصى بالكلى، ولكن هو بحد من أنه نحن يكون عندي حصى بالكلى، فبفتت وبنفس الوقت بحد من أنه تشكلها بالكلى. طبعا ممكن إحنا نتناوله مع العسل يوميا، منقطع الريحان أو منفرمه لفرم صغير بناخده مع العسل يوميا للوقاية من أمراض الكلى. ممكن كمان نحن نعمل عصير من أوراق الريحان، وحتى ممكن الريحان يستخدم بيعملوه بصوص للسلطات أو بصوص للمكرونة مثل الباستا صوص، فنحن ممكن نستخدمه بشكل كبير وبطرق مختلفة. طبعا إذا الأشخاص ما بحبوا العسل فممكن إحنا نحن ناخذ أوراق الريحان يوميا ورقتين لثلاث ورقات، ممكن نمضغهم الصبح ونبلعهم مثل ما بناخذ النعنع، كمان له فوائد غنية كتير وبتفيد جسم الإنسان بشكل كبير. فإذا تذكيرا لكل الأشخاص، عصير الليمون مع العسل بيفيد بشكل كبير، عصير الرمان له كمان فوائد كتير غنية، نحن ممكن ناخذ الريحان أو الفاصوليا لحتى نحد من الحصى بالكلى، وما ننسى طبعا أهم طريقة غذائية اللي هي استخدام خل التفاح، ممكن نضيف له معلقة العسل ليقلل من حدية الخل، أو ممكن ناخده لحاله كمان ليفتت الحصى بالكلى. بحب أذكر كل الأشخاص لحتى نحد من أنه نحن يصير عندي هذا المرض أو يبتدأ عندي هذا المرض ونضطر أنه نحن نعالجه، خلينا نوقي أنفسنا بأنه نحن ناخد كمية كافية ووافرة من المي، ونقلل من استخدامنا من الملح والمأكولات اللي بتحتوي على ملح كتير عالي. إن شاء الله نكون استفدنا بهاي الفقرة الغذائية. خليكم معنا يوم السبت لنحكي بموضوع جديد بالتغذية، وهلأ بنرجع لزميلتي نسرين لنكمل برنامج يوم جديد.